ناس فرحانه الناس اللي في مصر بتحب البلد فعلا فرحانه الناس اللي على خلاف موضوعي مع الحكومه الحاليه برضو فرحانه الاعداء طبعا عمرهم ما يبقوا فرحانين ده موضوع احنا يعني متهين منه بس الواقع اللي احنا فيه ده جيد جدا أه عايز اقول لحضراتكم كمان مش سر يعني بس بحكم شغلنا في القانون بحكم اتصالاتنا مصر والسعودية يستعدان إلى مشاريع جديدة إلى أمور جديدة طبعا أنتوا شفتوا زيارة المستشار تركي الشيخ الفترة الأخيرة إلى مصر ولو في حد استقبل تركي الشيخ في أول وجوده في مصر كنت أنا واحد من الناس دي و للمره المليون هقولها وهفضل اقولها انا يعني مش مستني حاجه من حد ولا عايز حاجه من حد انا هقولها والوجه الله ان الراجل ده كشخص سيبك من منصبه وفلوسه والحاجات دي كلها بيحب مصر من قلبه بيحب مصر من قلبه وانتوا ما تعرفوش كل الحقائق اللي هيحصل الايام اللي جايه في تطورات كلها خير شفنا على سبيل المثال في التطور الثقافي والتطور الاعلامي حضر تركي الشيخ الى مصر وزار وزاره الثقافه كان موجود الاستاذ عمرو الفقي رئيس التنفيذي للشركه المتحده ايضا وانا بكلم حضراتكم دلوقتي موجود في منتدى الاعلام السعودي وفد مصري كبير موجود الوزير اشرف سلمان رئيس مجلس اداره الشركه المتحده والاستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركه بنتكلم بنتعاون في البروجرام بتاع بودكاست معمول في تقريبا أربعة مليار جنيه ابتدى في مشروعات جايه في الطريق انا شايف من الكواليس انه في اشاره جيده لخطوات فعليه قد تسمعوا عنها خلال 24 عشان بس اكون دقيق في الكلام نتحدث عن استثمارات ثقافية إعلامية استثمارية يعني بعيدة عن الميديا كمان